محمود، شو عنا هلا؟ آخر شيء هلا بدنا نحكي عن قصة الشهادة، قديشها صعبة وقديش بتكلف مصاري. صح، الحق معك، ضروري الواحد ياخذها دغري حتى بعد ما ياخذ الإقامة، حتى لو عنده فترة يسوق فيها برخصة بلده. صح. كيف بتنسي تجيبي ترخيص للسواقة؟ لحظة شوي. لحظتين. رغم هيك رح تخسري الرهن لو درستي الأربع برامج. لدى تهاني ومحمود مهمة اكتشاف كيف يمكن الحصول على الرخصة في السويد. لكي نعرف ما الذي يمكن أن يحدث أثناء هذه المهمة، ولكي نرى ما هي الأسباب التي أحياناً يمكن أن تجعل الحصول على الرخصة أمراً صعباً وتستغرق وقتاً طويلاً. مشاهدة ممتعة. توبين، كثير منيح، أنا جاي دغري. سيس نوت. أوف، دغري لحقتي؟ حد اسمه الجاذبية. جاذبية، ها؟ يلا أنا بدرس السواقة. محمود، ليش بتسوق هالقد بسرعة؟ أنا بسوق بسرعة، بسوق مثل السويدية عادي. أبداً. هي يعقوب. هي تهاني. هي يعقوب. هي مين منكم بده يسوق يعقوب؟ لا، محمود لازم تعلمه يسوق قبلي ويسوق شوي شوي. بسيطة بسيطة، على كل حال أنا جاي معي فيك بس ناخذها بعد الدرس. أوكي. أوكي. تفضل. يلا. شو محمود، فيني أقول لك إنه تمكنك من السيارة كثير منيح ورقبتك كثير منيحة، بتعطي انطباع حلو عن القيادة بصراحة، مستوى منيح بصراحة. شو شيء لازم يفكر فيه الشخص لياخذ شهادة سواقة؟ ثلاث أشياء. رقم واحد، الإمكانية المادية لأخذ شهادة السيارة. رقم اثنين، الوقت اللي لازم لأخذ الشهادة. وثلاثة، القراءة، قراءة الكتاب. ثلاث بنود أساسية جدا الحياة. بعدين فيك تضيفي بند رابع إذا بدك، هو الاستقلالية الشخصية، ما بتخلي حدا بيأثر على شو أنت قررتي، شو برمجتي أمورك. تمام، شكرا. ولا شيء، تفضل. أي يمكن أحسن أنه أدرس النظري أول لحتى أقدر بالعملي؟ اثنينهم مع بعض دائما الدراسة والعملي لازم بتلاحقوا، دائما بيلاحقوا بعض، كتير مهم بالحقيقة، كتير مهم. بنصحك يعني أنه لما أنت بدك تقعد تدرسي يفضل أنك تاخذي المادة اللي بتحسي أنه هاي أقرب شيء لك، يعني ما ضروري بتاخذي من الصفحة واحد اثنين ثلاثة. بس كتير مهم أنه بتركزي على النظري كتير، ما شوي بيصير أسهل نتفاهم بالسيارة أكثر بكتير. تمام. تربحي وقت وبتربحي فلوس بصراحة. ما بس انه واحد بيقرا الأسئلة، وانما كثير مهم انه بيدرس الكتاب ويفهم. تماما يفهمون. طبيعي طبيعي، مثلي انا شلون اخذ شيركوت هيك. انا بشك ياكوب، في شغلات كثير لازم ركز عليها انا وعم سوق، يعني مثل ما بنعرف الاشارات، المرايا، هي الشغلات. صح. شو اهم شيء نقطه مشان كيف الواحد فيه يركز على كل هذا؟ مشان فيك فعلا بتركزي على الإشارات، الشواخص، الإشارة الضوئية. كتير مهم أنت بتكوني متمكنة من السيارة بالأساس، لأنه كتيرين للأسف بيروحوا دغري لقلب الترافيك في الوقت اللي هن ما في عندهم تمكن للسيارة بحد ذاتها. فبنصحك كتير تعطي الوقت اللي بيلزم إلك وإلي كمعلم، أنه بيكون عندنا وقت مشان فعلا نتمكن من السيارة. بالدرس الجاي تهاني بدنا نشتغل بمواضيع تتعلق بالتمكن من السيارة. امتى في عندك وقت مشان نعمل هذا الدرس؟ لا هلا ما بدي، هلا بدي اروح على البيت وادرس نظري. اوكي. اوكي، هيك فكرته. اوكي. ليش ما سيت اليوم؟ بدي ادرس، ما تزعجني. ومو قلت لك انه انا رح ساعدك؟ بس انا ما بدي اياك تساعدني. معناتها هيك رح تخسر الرهن. منشوف. محمود، لوين جايبني؟ هلا هي السيارات الآمنة؟ شيلك من هالسيارات الآمنة.